صباح الخير ومرحبا بكم. اليوم يوم تاريخي في حياة أصحاب التلفزيون. اليوم نعتقد أنه شركاء أصحاب المؤسسات عقاب صحفيين والسلطة العمومية أنه نخطو خطوة عملاقة نحو ترسيخ حرية الصحافة والنفس الأساسي للثورة. كنا دائما نقول أنه حرية الصحافة لا يمكن أن تنطلق في مناخ من الفقر والتهميش، واليوم نخطو خطوة عملاقة نحو قطع باب التهميش والفقر. اليوم نعمل معا باش نتصدى للتهميش والفقر مش فقط في الصحفيين ولكن أيضا في صفوف مؤسسات الإعلام. احنا نريد أيضا مؤسسات إعلام قوية، مؤسسات إعلام توفر مناخ جيدة للعمل الصحفي المحترف. صحافة الجودة تتطلب احترام وتتطلب سواء كان من جانب الصحفيين او من جانب المؤسسات الاعلاميه. اليوم نعتقد انه نحن في الطريق الصحيح. الاتفاقيه المشتركه هذه تطلع عليها واللي هي جات بمكاسب هامه جدا. طبعا لابد ان نشير الى انه احنا كنقابة صحفيين جميع مديري الصحف نقابه القنوات التلفزيونيه الغرفه النقابيه للمؤسسات الاذاعيه هيئة السمع البصري وسائل عمومي. هذه الاتفاقية لا يمكن أن تلغي الاتفاقية الأخرى. احنا نعمل معا سواء كان نقابة إعلام، نقابة صحفيين، مؤسسة إعلام، نعمل معا من أجل مشهد إعلامي مستقل، مشهد إعلامي قوي، مشهد إعلامي يصون حقوق الصحفيين ويصون حقوق العاملين، ولكن في نفس الوقت يؤسس لصحافة ذات جودة، صحافة تحترم أخلاقية المهنة. اليوم نحن لا نقوم بعمل من اجل او لا نؤسس لامتيازات لقطاع ولعاملين في قطاع، وانما نؤسس لحق اساسي من حقوق التونسيين وهو حقهم في اعلام ذو جوده، في اعلام احترافي، في اعلام يلتزم بالاخلاقيات ويلتزم بصحافه الجوده. انا اليوم نحب نوجه شكري لكل يعني شركائنا في مؤسسات الاعلام وايضا في الهيئات النقابيه. احنا بدينا اليوم عمل معا مجلس الصحافة في التاريخ أعلن عليه باش يكون لبنة أخرى من أجل دعم صحافة الجودة هذه. هذه الاتفاقية يعني القطاعية ستليها اتفاقات إدارية بالتفصيل ل يعني العلاقة الشغلية مع مؤسسات الإعلام المختلفة، ولكن أيضا احنا اليوم باش نعمل من أجل يعني قريبا باش تكون هناك سياسة عمومية للإعلام مع كل الأطراف المتدخلة، مع السلطات العمومية سواء كان برلمان، سواء كان حكومة، رئاسة جمهورية، ولكن أيضا مع المجتمع المدني. اليوم الإعلام العمومي عنده دور أساسي يقوم به، هو يكون قادر على بقية وسائل الإعلام، واليوم السياسة العمومية للإعلام يجب أن تكون واضحة، أن يكون لنا يعني رؤية حول ما يجب أن يقوم به الإعلام بشكل عام وخاصة الإعلام العمومي. نحن أيضا سنناقش واليوم بحضور السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمع البصري، والهيئة تقوم بالتنسيق مع الهيئة النقابية على مشروع طموح جدا وهو مركز لصبر الآراء يكون عنده المصداقية الكافية ليوضع حد للتلاعب بالقنوات الإذاعية والتلفزية، للتلاعب بأرقام يعني نسب المشاهدة ونسب الاستماع وغيرها. اليوم نحن أيضا في شراكة مع وزارة حقوق الإنسان والعلاقات، مع الهيئات الدستورية والعلاقات مع وزارة المجتمع المدني، ونحن في طريقنا للاتفاق على مشروعي القانونين باش يعوضوا المرسوم 115 والمرسوم 116. نحن في يعني تمشي جديد. هذا التمشي يعتمد اساسا الحوار، يعتمد اساسا العمل المشترك. نحن الان يعني نذهب مجموعه نصب اعيننا انه مصلحه الاعلام، استقلاليه الاعلام، حريه الصحافه، ترسيخ حريه الصحافه، ترسيخها لا يمكن ان يكون الا بالعمل ووضع يعني نصب اعيننا مصلحه العاملين في هذا القطاع. وشكرا لكم.